koji posjeća se uključujemo što je dobro, a mi smo danišnje naše visoke. وانا حاولت ان انا امزجها بالفيس مع وجود مشاعر واضحه في العيون
كنوع من التجديد في اسلوبي لاضافه الفن الفرعوني. كلها بتحمل مشاعر انسانيه مختلفه، يعني في هنا مثلا في ترقب، هنا في حلم خارج الواقع، وهنا في بعض الحلم البسيط مع زين من الحزن. فكل برتغالي هتلاقيه له شكل مختلف من التجديد. حاولت ان انا اعمل ابراز اللون بشكل حيوي، وده اعطاه شيء من الحياه، يعني شكرا.